بالنسبة لأحداث الجري في فلسطين والاستهداف للمدنيين وضرب المستشفيات وموت الأطفال والنساء والشيوخ، فعايز أوضح حاجة بسيطة، إن قبل الأديان السماوية في حاجة اسمها إنسانية، في حاجة اسمها إنسانية. الإنسانية دي المفروض إنها موجودة في الإنسان بالفطرة، يعني لو لقيت غريب جعان ومحتاج فبتساعده بدون ما تعرف دينه أو معتقداته. لقيت واحد في الشارع فجأة وقع ومش بيتحرك، فالإنسانية اللي جواك هتخليك بسرعة تطلب الإسعاف وتوديه أقرب مستشفى، وهتعمل كده من غير ما تعرف أي حاجة عن الشخص ده، حتى اسمه ممكن ما تعرفوش. حتى تعاملك مع الحيوان مفروض يكون فيها إنسانية، فلو لقيت حيوان ضعيف فالإنسانية اللي جواك هتقولك على الأقل ما تعذبوش، على الأقل ما تعذبوش وسيبه في حاله طالما مش هتقدر تقدم له أي نوع من أنواع المساعدة. طب بالنسبة لجارك بقى، لو أنت أقوى من جارك تتوقع الإنسانية اللي مفروض أنها جواك بالفطرة هتقولك اتعدى على ممتلكاته وخد بيته وأرضه؟ أكيد طبعا لا، لأن دي أقل صور للإنسانية، لأن الإنسانية لها أشكال وحاجات كتيرة جدا. وبالإضافة للإنسانية جات الأديان السماوية علشان تزود من الارتقاء بالبشرية، وده موجود في كل الأديان. وهنا هنوضح بعض الآيات من الإنجيل اللي قالها ربنا يسوع بالخصوص ده. فبيذكر لنا إنجيل معلمنا متى الإصحاح الخامس الأعداد من 21 ل 22 وقال: قد سمعتم إنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. هنا ربنا يسوع بيقول لهم إن الوصايا زمان كانت بتقول لا تقتل، لكن أنا بقول لكم لا تغضب أخيك، يعني وصية عدم القتل تطورت إلى وصية عدم الغضب وعدم الكراهية في القلب. وبكده فبنرتقي كبشر من مرحلة عدم القتل إلى مرحلة عدم الغضب، يعني أرتقي بنفسي داخليا، أرتقي بنفسي من مرحلة عدم الزنا إلى مرحلة عدم النظر لأي امرأة بشهوة، أرتقي بنفسي من مرحلة عدم مقاومة الشر بشر إلى مرحلة الصفح والغفران. وهو ده اللي ربنا عايز يشوف في الإنسان اللي خلقه، لكن اللي عمال يقتل ويشرد ويهجر أسر كاملة تحت أي مسمى وبأي أكاذيب هو بيقولها علشان يحسن صورته طبعا قدام العالم، ده ما يعرفش ربنا، لأنها قاعدة عامة، أي حد بيقتل تحت أي مسمى وحتى إن قال عن نفسه إنه علشان يدافع عن ربنا فهو إنسان ما يعرفش ربنا. هدول أولادي. لكن هذا الاستهداف واضح بأنه يتجاوز جميع الخطوط الحمر، فهو إنسان ما يعرفش ربنا، هو إنسان بعيد كل البعد عن ربنا الوديع الهادي، ربنا القادر على كل شيء، وطبعا القادر إنه يدافع عن نفسه، مش محتاج لك أنت يا إنسان يا ضعيف إنك تدافع عنه. فيا إنسان عيد تفكيرك تاني، راجع نفسك وشوف هو الطريق اللي أنت ماشي فيه في ربنا، أو على الأقل في مبادئ إنسانية، ولا أنت انحرف طريقك وبقيت بتسرق وبتقتل وبعدين تقول إن ربنا بيقول. ولو كنت بتقدر تخدع الناس بأفكارك وكلامك، فهل أنت متخيل إنك هتقدر تخدع فاحص القلوب والكلى؟ ولا أنت هو المزمور بيقول عنه: تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. أفكارهم دي اللي إبليس بقى متحكم فيها بشكل كلي، وبقى يحلل لهم إنك ممكن تقتل أخوك عادي طالما مختلف معاه، ونسيت إن ربنا بيكره الخطية والدم. فقال لقايين لما قتل أخوه هابيل: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. ففكر، فكر، لأن الدنيا عمرها قصير قوي والعمر بينتهي في لحظة، أما الأبدية فلا تنتهي، أما الأبدية فلا تنتهي.